دكتور احمد عليبه الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. دكتور احمد، الخطوه بتاعت اجتماع النهارده بعد تصويت مجلس النواب الليبي باغلبيه مطلقه على اعتماد خريطه الطريق لاختيار رئيس الحكومه، واجتماع بني غازي النهارده بخصوص اللجنه الامنيه 5+5، اعرف من حضرتك تصورك لاهميه هذه الخطوات على طريق الحل في ليبيا. يعني في الحقيقه هذه الخطوات كانت مرتقبه منذ فتره قريبه، لانه حجم التفاهم ما بين المجلسين النواب والدوله على خريطه الطريق كان ربما المستهدف، يعني على اعتبار انه يتم الوصول الى عمليه الانتخابات، وبالتالي ده سياق طبيعي. مجلس الاعلى للدوله وافق، مجلس النواب وافق، لكن طبعا ده كمان بيحتاج الى انه المسار الامني يدعم هذا السياق، فمن الطبيعي انه يحصل اجتماع 5+5، وده كان متفق عليه من لقاء باريس الاسبوع الماضي، لانه في ترتيبات بتتعلق بالقوى العسكريه المشتركه وما الى ذلك، اللي يعني كان ايضا الموضوع بيتعلق بالتركيزات الخاصه بالانتخابات ومساله التامين، لكن ده مش معناه انه التدريبات الخاصه بايه يا فندم؟ بتامين الانتخابات. تامين الانتخابات. تامين أوكي. الانتخابات عند حدوثها يعني، لكن ده ايضا ليس معناه نهايه المطاف، لانه زي حضرتك ما بتقول موضوع الحكومه هو محل توافق من الناحيه الاجرائيه، والمفروض ان ده ليه اجراءات معينه للشخصيات اللي هتقدم اوراقها لمساله الترشح للحكومه وما الى ذلك، وهيكون في ضمانات معينه تم التوافق عليها ايضا، لكن هل حكومه الدبيبه هتسلم السلطه بسهوله؟ يعني طبعا في تحديات خلال الفتره المقبله، يعني ما اعتقدش ان الامور دي هتمر بسلاسه. حضرتك تقصد الاشخاص اللي هيتقدموا باوراقهم لانتخابات رئاسه الحكومه؟ مش الحكومه نفسها، لانتخابات رئاسة الحكومة. تمام. طب انا عايز اسأل حضرتك على عايز اسأل حضرتك معلش على نقطة تانية كنت بتكلم فيها قبل ما حضرتك تنورنا، فكرة المصطلحات السياسية المايعة الخاصة بالمؤسسة العسكرية اللي لا يذكر فيها جيش ليبيا العظيم الموحد، يقول لك بحث آلية توحيد المؤسسة العسكرية، يقول لك تأسيس قوة عسكرية مشتركة. هي الفكره انه ده بيدرج بشكل روتيني منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في اكتوبر 2020. مساله بحث آليه ده بقى العنوان، لكن هل التوحيد هيحصل للمؤسسه العسكريه؟ ده غير وارد في المرحله الحاليه، لكنه اللي بيحصل حاليا دلوقتي هي فكره انه يكون في مشروع مشترك لانه يتم سحب جزء من القوات الفصائليه وما الى ذلك. القوات الايه يا فندم؟ سحب جزء من القوات الايه؟ من الفصائل ومن الميليشيات وما الى ذلك. طيب ما اذا كان ميليشيات واحنا معترفين بها انها ميليشيات، ليه ما نقولش ان الجيش الوطني هو المؤسسه العسكريه الوحيده؟ هي احنا بالتاكيد بنعرف ابعاد المعضله الخاصه بهذا الامر، انه موضوع التوحيد بيتوازن معاه فكره ان يكون في عمليات تسريح وادماج، بمعنى ان هو ينتقل من الميليشيات وينتقل من الفصائل من يصلح لضمه علشان يبداوا يفرغوا هذه الفصائل والميليشيات اللي كانت موجوده في غرف عمليات وما الى ذلك، ويتم توجيهها لقطاع امني او قطاع عسكري معين، زي مثلا الانتشار على الحدود وما الى ذلك. فهنا الرغبه هنا اصلا هي رغبه دوليه، انه الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وهذه الاطراف هي بالاساس اللي اقترحت هذا المشروع للقوة المشتركه، فده مش موضوع مرتبط بتوحيد المؤسسه بشكل مباشر رغم ان هو بياخد هذا العنوان. انما هنا القوة لها دور وظيفي بيتعلق بانه في اتجاه دولي انه يتم التضييق مثلا على وجود اطراف اخرى موجوده، زي مثلا الحديث عن تواجد قوات لفاجنر وما الى ذلك، ومع ذلك بيتم التعاطي معاه من الطرفين 5+5. وكان في بعض التحديات نوقشت في لقاء باريس بانه طب القوى اللي الناس اللي من الغرب لما تتواجد في قوى من الشرق تكون تحت امره مين، وبالتالي فيها جزء من عمليه اعاده الهيكله، لكن في تفاهمات، يعني بغض النظر عن ان هي بتشكل يعني في تحديات وفي مخاوف وفي شكوك في الاهداف وما الى ذلك، لكنه
في تفاهمات ما بين الطرفين حوالين الامر يعني. نتمنى يا فندم انها تؤدي الى اتفاق. بشكرك جدا دكتور احمد عليبه الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. نخرج فاصل وبعد كده نرجع نكمل اخبارنا.